ملعب جواري في حي بربيصة بإقليم القليعة في ولاية تيبازا استفاد منه شباب المنطقة منذ سنوات عديدة، لكن تغيب فيه كل المرافق الضرورية التي يفترض أن تتوفر في مثل هذه الفضاءات. تيرا عندها واحد الدي واحد الكاترون ولا سانكون 4 سنين ولا 5 سنين اللي خدموا هنا، خرج لنا بيجي كومبليتمون تاع ستاد درنا فيه 60 متر، كان فيه فيستير فيه تريبين فيه كلش، جرينا عليه كبرناه. واش قالوا لنا كي كبرناه؟ قالوا لنا نحينا لكم الفيستير خاش كبرتوا ستاد، جو نبدلوا في القهوه ولا نبدلوا في الحوانات، نعرضوا لي زيكيب، ناس يجونا من لاغواط يجونا من ورقلا يجونا من كل بلاص، تيماجيني انت وين يبدلوا. كي قلنا لهم الفيسير عند هذا درك البي جي تاعها الاول عنده واحد الكاتروم اللي خرج، وين راح الله اعلم. بعدش مام با كانيفو داروا لنا صور صاير داير ويتحش تبقى لداخل تبقى بيسي نستنى وغيرها نشوف باش نبو. تدخل الجهات الوصيه لتحسين وضع هذا الملعب هو مطلب السكان. شباب مدير الشباب والرياضه نهضروا معاهم يجوا يشوفوا لنا لا جونيس هذو يديروا لنا حلول يديروا لنا حلول. ما كاش ما عندناش كاع، شو ما عندنا دار شباب مغلوقه تطلع تدخل ما فيها والو، دار شباب اللون ما فيها والو، ما عندناش وسائل ترفيه في هذه المنطقه ما عندناش. ستاد شو يطيح فيه واحد يديروا للسبيطار ديري، هما نرجو من الولايه يجوا يشوفوا يتكفلوا بالستاد يديروا لنا اما طابي. يتغنى المسؤولون في بلادنا بتشجيع المواهب الشابه، إلا أن ما يعانيه شباب بربصة بالقليعة يوحي عكس ذلك تماماً.